المسيح، جورجينا، عمري بالمسيح 2 و4 أشهر، بنت مسيحية مؤمنة، بس ما كنت أعرف يسوع شخصيا. يعني من بعد ما تعرفت على جامعة العنصرة وتعرفت على يسوع أكثر، صار عندي علاقة شخصية معه ليسوع. بكون تعبانة، بفوت على أوضتي بحكيه، بحس في سند وراي، شخص، إنسان كتير عظيم عم بيسمعني، كيف بكل هموم عليه، بلاقي الراحة عنده. كيف كنت عايش الشيء قبل ما تعرف يسوع؟ كيف كانت حيلتك قبل يسوع؟ بنت مسيحية، بصلي بروح على الكنيسة، بس ما كنت كنت بعرف تتلي يسوع هام، إنه حق. كنت أكيد أكيد تخافي، أكيد، كنت عايشة تتذمري، كنت بالهم. تحلفي، تبقي تسبي. أكيد أكيد أكيد، ايه كلهم مسيحية هول، لهوية. كلهم هول كانوا موجودين. شو هني كلهم جاي دليل؟ يعني الهم، الخوف، القلق، التعصيب، ما كنت أملك أعصابي. مع يسوع أكيد كل شيء تغير، صار في سلام، فرح. وكنت ألتجئ كثير للتبصير، للتبريج. كان هو ملجأ إنه بدي أسمع شيء حلو، ما أعرف إنه لازم روح أحكي يسوع لأعرف الحلو. روح عند البصارات، عند البراجات، وأخد وراي ناس إنه تعوا شاطرين، اسمعوا شيء حلو منهم، وهو بالواقع منه شيء حلو. يعني لحد ما هلا وصلت لمحل صرت لهم لاصحابي تعوا روحوا شوفوا شو في شيء حلو. امين. في شيء كثير حلو ناطركم، هو يسوع، هو تمثله من الروح القدس. جربوا هيدا الشيء، جربوا هيدا الشيء وشوفوا ما اطيب الرب. وبدي اقول شغله كل عم بيشاهدونا ويسمعونا، وفيما أظنه لا يستجيب يرتب أمرا عجيبا رهيب. ما حدا يعتل هم شيء، ورانا بي عظيم، هو اللي عم بيحمل همومنا، بس نسلمه وما نعتل هم أي شيء. وفعلا سلام، سلام، آمين هل بقدر آمين أقول سلام، فرح.